الدنيا مشيت ازاي في المباراة؟ يمكن الحمد لله اللي انت حضرتك شايف الاهداف، يمكن زي ما انت اتكلمت، يمكن الاهداف دي والله معظمها متمرنين عليها. يمكن كمان احنا الماتش المباراه دي في مصر من الفرق المفروض في مقدمه الجدول، يمكن من الفرق اللي ماشيه معانا في الاول. بدانا المباراه قبلها، كان في معسكر من فتره توقف، كان في معسكر للمنتخب من فتره حوالي 10 ايام او اسبوعين. بدانا نهيئ الولاد للمباراه، بدانا نركز على بعض الجمل، نركز على بعض الحاجات الصغيره اللي احنا شايفينها دلوقتي يمكن في الاهداف. والحمد لله يمكن ده نتيجه المباراه. يمكن المباراه كمان كان كويسين جدا اللعيبه، كانوا نفذوا كل التعليمات اللي احنا قلناها، وده نتيجه المباراه يعني الحمد لله الاهداف يعني. ما شاء الله، في يعني واحنا بنستعرض الاهداف يا كابتن احمد في كرات ثابته وفي شغل متفقين عليه، يعني احرزتوا منها هدف، دايما في تدريب على الكرات الثابته. يمكن احنا بناخد حسب الفريق الاول، يمكن الفريق الاول كمان انت شايف في اخر مباراه في اسوان الكرات الثابته دايما بتبقى مميزه في المباريات. وطبعا احنا بنتمنى يبقى نواه للفريق طبعا، فبنركز دايما الضربات الثابته دلوقتي بقى سلاح مهم جدا في الكوره في العالم كله. عايز اطمن منك بقى، يعني فريق 2001 من الفرق المميزه في النادي الاهلي، لكن بيقابل يعني سوء حظ خلال الفتره اللي فاتت، اصابات قويه وكمان بتغيب فتره عن الفريق. حماده الفيل اخباره ايه الاول؟ الحمد لله ماشي كويس الحمد لله. يمكن النادي بدا عمل له عمليه الحمد لله، يمكن دلوقتي في مرحله الحمد لله بدا العظم يلاقي التئام. ممكن تتحرك شويه يا كابتن احمد عشان الصوت بس. حضرتك حمد دلوقتي في حاله تحسن الحمد لله، يمكن اخر مره في استشاره الحمد لله بقى في تحسن يعني. طيب محمد مغربي برضو كان عنده اصابه وفي الركبه برضو هيغيب يمكن فترة. انا بيصادفني يمكن نرجع للاصابات يا كابتن اسامه. احنا الاصابات يمكن احنا بدانا فتره الاعداد بدري جدا، يمكن الفرقه الوحيده اللي في مصر الدوري اللي بدا عملنا فتره اعداد اسبوعين بس. وطبعا بنلعب كل 3 ايام مباراه، طبعا دي حاجه مرهقه جدا للكبار، ما بالك بقى بالاشكال والشباب، طبعا دي حاجه مجهده جدا. يمكن انا في كل مباراه بقابل كمان حظ عاسر، اصابات كثيره جدا، اصابات ما بياخدش عليها حتى مكافاه، مثلا انذار للاعب، فاول، ضرب الجزاء. يمكن حماده الفيل انت حضرتك قلت قويه، عصبه رجله كانت مكسوره، كسرت يعني الحكم الطبيعي عصبه رجله مكسوره، ولا حسبت ضربة جزاء ولا طرد ولا انذار. يعني دي في حاجات برضك من ضمن الحاجات اللي انا بتمناها. يعني يمكن انا بدانا فتره اعداد يعني يعتبر اسبوعين طبعا من غير كافيه، بدانا مباراه بنلعب كل 3 ايام مباراه، فطبعا ده كفيل ان في اصابات يبقى كتير يعني. انت بتطالب ان الحكام يعني في المباريات تحمل لعيبه اكتر يعني عشان طبعًا العنف طبعا يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، يمكن عربي بدر المباراه انت عرفت لو حضرتك تفرج، الولد داخل في عنق رجله، داخل في عنق رجله، ولا حسب حاجه ولا فاول ولا حتى اداله حتى يعني تحذير حتى. انا كنت اسالك عن عربي بدر، كان في مباراه اف سي مصر كان حصل له التواء في الكاحل صح كده؟ ما جزع في الكاحل يعني داخل. يمكن اللعيبه طبعا دلوقتي السن دوت 19 سنه، اللعيبه يعتبر يعني كبار مش صغيرين. احنا بنقابل كمان المرحله السنيه دايما في مصر عامه اللي فيها منتخب، بنقابل اعمار مش عايز اقول مسننين ومزورين. يمكن انا بحضر ملف واقدمه للنادي، نقدمه للاتحاد، السن دوت دايما في المرحله بيبقى في لعيبه كبار، يعني في لعيبه فاهمه من الاخر انها بتعرف تاذي اللعيب، تصيبه ازاي، تعوره ازاي، الحاجات دي لازم يبقى الحكام متنبهه ليها يعني. كان معايا مره كابتن عمرو انور وكنت بساله على حته التزوير والتسنين وبقول له هل بتفرق برضه في الاعمار السنيه الكبيره؟ قال لي ايوه بتفرق برضه، الولد لو اكبر 4 سنين و5 سنين فكره حتى بيختلف عن الولاد الموجوده، حتى الولاد عندها 19 سنه. كابتن احنا في سنه من السنين كسبنا الولد مزور 7 سنين في عمره. 7 سنين؟ 7 سنين يعني 7 سنين، فدي حاجه انا بقول لحضرتك يمكن دي ظاهره لازم يعني مع بطولات الجمهوريه يعني احتكاك. طبعا شكرا لاتحاد الكوره على المجهود ده، حاجات حلوه جدا، بس طبعا في حاجات برضك من ضمنها مثلا التنبيه على الجاريين، وقف النادي اللي فيه مزور،
الحاجات دي لازم تفرق معاه. يعني لو عملت كده خلاص مش هيحصل فيه تزوير ولا تسنين. احنا بنقابل كمان المزورين دلوقتي بقى في المراحل السنيه اللي فيها منتخبات، هي دي اللي بيبدا يركز عليها، بيبدا يزور، بيبدا يروح المنتخب مره ولا مرتين، الولد خلاص فاكر نفسه ان هو سليم. ودي حاجات طبعا احنا بنقابلها زي ما كابتن عمرو بيقول لك 4 سنين، لا ده بيفرق 6 7 سنين، بيفرق طبعا على لعيب واحد عنده 25 سنه يلعب مع 19 سنه. مشكله طبعا. اخيرا يا كابتن احمد، يعني واحد من نجوم 2001 اللي انا شخصيا دايما يعني بتنبأ له وان شاء الله هيكون موجود مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، شادي رضوان. عايزين نطمن عن شادي رضوان، خاصه انه كان مصاب الفتره اللي فاتت وبعيد، ما شاء الله دلوقتي بيرجع كمان بيلعب قدام اف سي مصر وبيحرز هدف ما شاء الله رائع. يعني الاستلام، واحنا بتفرج على الاهداف لسه هنحل الاهداف دلوقتي، استلامه للكره هو الهدف. يمكن شادي من اللعيبه المهاريه والمميزه جدا في القطاع. طبعا احنا طبعا مع زمايله كلهم طبعا بنهتم بيهم. يمكن شادي كان الفتره اللي فاتت كان عنده بعد الاصابه الطويله اللي كانت في كتفه، رجع جات له كان في شويه في الاماميه، يمكن لعب اول مباراه وجات له شد في الاماميه. يمكن فضلنا ان احنا ما ندفعش بيه غير لما يكون جاهز كويس جدا، وده نتيجه ان احنا صبرنا عليه. يمكن شادي دلوقتي الحمد لله سليم، بيأدي اداء على اعلى مستوى، بنتمنى له يبقى الاستمراريه في المستوى ده ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، ما شاء الله 2 حراس مرمى عندك، الحارس الاساسي والحارس البديل، وفي الحاله دي ما اقدرش اقول حارس اساسي وبديل، ان الاثنين موجودين في منتخب مصر، حمزه علاء وعاصم سليم. يعني كابتن تامر الدسوقي ما شاء الله عامل شغل كمان كويس، ان الاثنين الحراس موجودين في منتخب مصر. يعني شايف ان الاثنين الحراس عندك بتوع الفريق موجودين في المنتخب، شايف الامر ده ازاي؟ يمكن طبعا دي حاجه افتخر بيها طبعا. يمكن الحمد لله، يمكن انا ان حارسين يتم اختيارهم مع المنتخب مع كابتن ربيع، دي حاجه مميزه جدا. بشكر طبعا كابتن تامر على مجهوده، وبشكر كابتن كرامي طبعا. الاثنين طبعا على اعلى مستوى، يمكن نقدمهم ان شاء الله للفريق الاول، ودي حاجه ان شاء الله مع الفرقه المميزه بتاعت 2001 يكون نوال للنادي الاهلي. يعني الحمد لله ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن احمد والجهاز الفني والفريق 2001. بنشكر الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001، ما شاء الله عامل شغل